السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مع اقتراب انتهاء الملف العسكري في سوريا، تزداد المباحثات الدولية المختلفة الاتجاهات لرسم مستقبل سوريا السياسي. فمن المرتقب عقد قمة رباعية في اسطنبول بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، بينما لا تزال المباحثات الأمريكية الروسية مستمرة بشأن إنهاء نفوذ إيران في سوريا وسط تناقض التصريحات بين مسؤولي البلدين. ويبقى الغموض مهيمنا على الترتيب الزمني للقائي طهران وأسطنبول، وأيهما يكون الأول؟ لقاء طهران الذي سيجمع قادة الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، أم لقاء أسطنبول الرباعي الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان وقال إنه سيعقد في 7 من شهر أيلول المقبل مع قادة روسيا وألمانيا وفرنسا؟ فما حظوظ نجاح قمة إسطنبول الرباعية وما تداعيات الرفض الأمريكي لها؟ وهل تثير قمة رباعي إسطنبول قلق طهران على ثلاثي أستانا روسيا وتركيا وإيران؟ سنناقش مشاهدينا الكرام ذلك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب بعنوان قمة إسطنبول الرباعية المرتقبة ومآلات الصراع الدولي على سوريا، وذلك مع ضيفنا في الاستوديو السيد سمير نشار المعارض السياسي السوري. مرحبا بك أستاذ سمير. سيكون معنا أيضا مشاهدينا الكرام من الدوحة السيد خليل المقداد، خليل المقداد الكاتب والباحث السياسي. نرحب بك أستاذ خليل معنا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللأستاذ المشاهدين. حياك الله أستاذ سمير. حياك الله. مشاهدينا الكرام نبدأ، دعونا نتابع أولا هذا التقرير ثم نعود. كحجر ألقي في مياه راكدة يأتي الحديث عن قمة الرباعية تستضيفها مدينة اسطنبول بدايات شهر أيلول المقبل، وتشارك فيها إلى جانب تركيا، روسيا وألمانيا وفرنسا لبحث مستقبل القضية السورية وقضايا منطقة الشرق الأوسط. الجديد في الأمر أن تلك القمة المرتقبة تفتح الباب أمام مشاركة أوروبية فاعلة تحاول أنقرة من خلالها إنهاء احتكار الملف السوري بين روسيا والولايات المتحدة وإيران، بما يمثله ذلك الاحتكار من تكلس في المسارات السياسية لحساب الحسم العسكري الذي حول الأراضي السورية إلى بحيرة دم كبرى. تركيا من جانبها لم تجعل القمة الرباعية المرتقبة بديلاً لأي من مساري التفاوض في جنيف وأستانا، فقد أعلن عن قمة ثلاثية تركية روسية إيرانية ربما تستضيفها طهران، يحضرها الرؤساء أردوغان وبوتين وروحاني ضمن مسار مفاوضات أستانا. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جهتها أعلنت دعمها القمة الرباعية في اسطنبول، معربة عن أملها في أن تكون تلك القمة مجدية للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في سوريا، ومشيدة في الوقت نفسه بمسار أستانا الذي ترعاه تركيا وروسيا وإيران. في المقابل فإن واشنطن أعلنت على لسان المتحدثة باسم خارجيتها هيذر ناوريت أنها لم تتلقى دعوة لحضور القمة الرباعية ولا ترى بديلا عن مفاوضات جنيف باعتبارها السبيل الوحيد لإيجاد حل طويل الأمد في سوريا. أمريكا إذن ترفض المساعي التركية لعقد القمة الرباعية بشأن سوريا، الأمر الذي فسره محللون بأنه رفض لأي محاولة لإخراج القوى الأوروبية الكبرى بعيدا عن مظلة السياسات الخارجية الأمريكية، بيد أن واشنطن ربما لن تستطيع الصمود في وجه تلك المحاولات، لا سيما بعد ذلك القدر من الخلافات بين إدارة الرئيس ترامب وحلفائه الأوروبيين، والتي كان آخرها الأزمة الحالية بين أنقرة وواشنطن. فهل يستفيد السوريون من تضارب المصالح بين اللاعبين؟ أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام في حديث العرب الذي نتحدث فيه عن قمة إسطنبول الرباعية المرتقبة ومآلات الصراع الدولي على سوريا. نرحب مجددا بالسيد سمير نشار معارض السياسي السوري. مرحبا بك. مساء الخير أستاذ سمير. حتى الآن يعني هناك أخبار غير مؤكدة عن موعد القمة، يعني حتى الآن المعلن هو 7 من الشهر المقبل، يعني بعد أيام، وهناك أخبار تتحدث عن تأجيل هذه القمة المرتقبة في اسطنبول للشهر 10 تشرين الأول المقبل. يعني ما تفسيرك لذلك؟ حتى الآن لا وقت محدد لهذه القمة المرتقبة المهمة. أنا بعتقد أنه الدعوة الرباعية
ربما أرادت تركيا إرسال رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك مجموعة من الدول الفاعلة وخاصة الفاعلة في الملف السوري أنها تستطيع أن تفتح مسارا جديدا، خاصة أن تركيا حاليا تعاني من ضغوط أمريكية، ضغوط اقتصادية بالدرجة الأساسية. تركيا تحاول من خلال دعوة ألمانيا وفرنسا وهم الدولتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، وهما الدولتان اللتان تهتمان كثيرا في وضع الاقتصاد التركي، يؤثر نعم، لأن أغلب الديون الخارجية التركية هي للدول والمصارف الأوروبية. نعم. وربما إذا تداعى الوضع بالنسبة لليرة التركية أن يكون هناك تداعيات اقتصادية على اقتصاديات بعض الدول الأوروبية. لذلك ألمانيا وفرنسا تجد من مصلحتها أن تكون على مقربة من الوضع التركي وعلى حوار مباشر مع القيادة التركية لتعرف إلى أين تتجه الأحداث والوقائع الاقتصادية والسياسية فيما يتعلق في مدينة إدلب أو الملف السياسي السوري، لأن الاتحاد الأوروبي أيضا مهتم كثيرا في قضية اللاجئين، وهو الذي عانى وسببت له أزمات داخلية في دول الاتحاد خصوصا الأوروبي، ألمانيا نعم، وبالتالي يرغبون في الاطلاع على السيناريوهات المتوقعة. بقيت روسيا أيضا المدعوة لوضع إدلب. نعم. وضع إدلب من الناحية العسكرية والسياسية والإنسانية هو موضع اهتمام أيضا من قبل دول الاتحاد الأوروبي. لكن عموما أنا لا أتوقع أن هذه القمة، والأرجح أن لا تعقد أو تؤجل، لا أعتقد أنها سوف تخرج بنتائج أو بحصاد مثمر، خاصة في ظل أن الموقف الأمريكي هو موقف سلبي تجاه هذه القمة. ليس تجاه هذه القمة فقط، حملت الأخبار أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت دعوة موسكو لحضور مؤتمر للمصالحة الأفغانية مع طالبان في موسكو، والحكومة الأفغانية رفضت أيضا حضور المؤتمر. هذا يعني رسالة سياسية لموسكو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لموسكو بأن تتمدد في المسارات وفي الأزمات الدولية بحيث تفرض نفسها لاعبا نديا للولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن الاحتمالات مفتوحة، ولكن لا يمكن لأحد أن يتوقع نتائج إيجابية مثمرة سواء كان من مؤتمر قمة الأربعة أو حتى لقاءات الأستاني المتوقعة من خلال القمة الثلاثية التي سوف تعقد خلال أيام أيضا في مطلع الشهر في طهران، ما بين الروس وما بين إيرانيين وما بين الأتراك، لأن هناك رسالة سياسية حازمة من قبل الولايات المتحدة أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون عن طريق جنيف وليس عن طريق أستاني. طيب بالنسبة لأستاذ خليل، بحسب آخر الأخبار يعني إذا تأكد تأجيل قمة إسطنبول إلى شهر تشرين الأول المقبل الشهر العاشر، فمن المقرر أن تعقب قمة إسطنبول الأوروبية رباعية، أن تعقبها قمة ثلاثية إيرانية تركية روسية بشأن سوريا في شهر تشرين الثاني، أي في الشهر الحادي عشر. ما أوجه التقارب بين القمتين، القمة الرباعية والقمة الثلاثية؟ هل تكمل مباحثات القمة الثلاثية ما ستبدأه مباحثات قمة إسطنبول الرباعية إن حدثت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ سمير طبعا لخص المشهد بشكل جيد، أنا استمعت في حديثه وألم بكافة جوانب الموضوع مبدئيا. الدعوة طبعا بالعودة إلى الدعوة في القمة الرباعية تركيا روسيا ألمانيا فرنسا، هذه الدعوة كان وجهها الرئيس التركي من أردوغان من أنسبرغ، طبعا لها علاقة بالترتيب الاقتصادي والخلاف مع أمريكا، وربما تكون أيضا بدفع من روسيا التي تحتاج لحشد المجتمع الدولي
لجهة إعادة اللاجئين السوريين، وهناك خطة لإعادة 3 ملايين لاجئ إلى سوريا. هذا يكتم الهدف الروسي في سوريا. الدولتان فرنسا وألمانيا لأنهما الثقل الأوروبي الذي يمكن أن يشكل محوراً ضاغطاً وهاماً. ألمانيا الأغنى ولديها العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. ارجع هؤلاء اللاجئين أستاذ خليل في حالة وجود حل سياسي يعني في سوريا؟ لا 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 أبداً أبداً. كيف؟ ليس هناك حل سياسي يا سيدي. كيف الحل السياسي من وجهة نظر روسيا هو أولاً إعادة اللاجئين باستغلال الشباب منهم، تجنيد أكبر عدد منهم في صفوف النظام. هذا أولاً، للاستغناء عن الدور الإيراني إلى حد كبير، وبحيث تخرج إيران بشكل كبير جداً من لعبة المحاصصة في سوريا، لأن الجميع يبحث عن حصته من الكعكة السورية، وحصة إيران بكل تأكيد ستكون على حساب روسيا. لهذا بمصلحة روسيا أيضاً أن تتماهى مع الموقف الأمريكي استبعاد إيران، لأن هذا سيمنحها حصة أكبر من الكعكة السورية. ولكن أستاذ خليل، عفوا، يعني قمة إسطنبول كما تعلم هذه الأوروبية الرباعية المقررة بين أنقرة وبرلين وموسكو وباريس تأتي الآن بغياب أمريكي إيراني، ما دلالة ذلك ودلالة الرفض الأمريكي لهذه القمة؟ دلالة ذلك يا سيدي هو الفوضى التي تضرب المواقف الدولية وغياب أي إرادة حقيقية لإيجاد حل أو تسوية مشرفة تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب السوري. هذه حقيقة يجب أن نعيها، وهناك تناحر وصراع ربما ينتهي لاحقا خلال الشهور، خلال سنة أو سنتان، بحرب إقليمية أو عالمية في سوريا. هذا من المرجح، لأن الصراع الآن وشيك وبات بين كافة الأطراف. ترامب الآن غير مهتم بهذا الأمر، لأنه يستطيع أن يفرض أجندته كولايات متحدة أمريكية وقتما يشاء. يعني كل هذا التعب تستطيع أمريكا أن تقوله بكلمة واحدة أو بلحظة واحدة كما يقال. لذلك من مصلحة روسيا وتركيا وإيران وغيرها أن تتكاتف وأن توحد موقفها. بالمناسبة الحلف أو المحور التركي الروسي الإيراني لا علاقة له في القمة الرباعية. القمة الرباعية هي تناقش مسائل مثل إعادة لاجئين وتمويل إعادة لاجئين، لأنك عندما تريد أن تعيد لاجئين لابد أن توفر لهم المقومات، مقومات العودة. أنت إذا كان لديك نصف الشعب السوري مهجر وبقي نصفه ونصف النصف مهجر داخليا أيضا، وهؤلاء يعانون من انقطاع الخدمات ومن جوع. يعني لا تصطدم بالقمة الثلاثية؟ نعم، يعني أجندتها لا تصطدم بالقمة الثلاثية، مواضيعها تختلف. لا أبدا أبدا. بكل تأكيد القمة الثلاثية يا سيدي تنسق المواقف سواء بلقاءات فردة أو بلقاءات جماعية أو من خلال أستانة. المؤتمر الأول الثلاثي عقد في أستانة، أنت تذكر ربما هذا. نعم. طيب سأعود إليك سيد خليل. إذن كما قال أستاذ خليل المقداد بأن لا تعارض بين القمة الرباعية والقمة الثلاثية، ولكن بعض المحللين أستاذ سمير يرى أن قمة رباعي إسطنبول تثير قلق طهران على ثلاثي أستانة، تركيا إيران وروسيا، ما تعليقك؟ لا، أنا أعتقد أنه إيران مدركة أن الوضع التركي حاليا من الناحية الاقتصادية وضع حرج، نعم، وأن هذا الوضع سوف يتطور خلال الشهرين القادمين، نعم، عندما تكتمل العقوبات الأمريكية على إيران في أوائل تشرين الثاني. والإدارة الأمريكية كانت واضحة وعلى لسان أكثر من مسؤول على جميع دول العالم أن تختار أما الولايات المتحدة الأمريكية وأما إيران. أعتقد أن هذا الموقف سيلقي بظلاله على الوضع التركي، لأن تركيا سابقا لم تتقيد بالعقوبات الأمريكية على إيران، وهناك تصريحات أيضا لمسؤولين أتراك أنهم لن يتقيدوا في العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. ما هي ردة الفعل الأمريكية تجاه تركيا؟ تركيا أعتقد في وضع حرج، والتوتر ليس فقط السياسي وإنما التوتر الاقتصادي الناشب ما بين الولايات المتحدة وتركيا، سوف تكون تركيا في موقف ربما
أقول ربما من الصعب عليها اتخاذ قرار، لأنها إذا انحازت إلى إيران له إيجابيات وسلبيات، وإذا انحازت للولايات المتحدة الأمريكية له إيجابيات وسلبيات، لكنها تبحث عن حلفاء جدد يعني مثل روسيا. أنا أعتقد تبحث عن ألمانيا. الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي عن الاتحاد الأوروبي وليس عن روسيا. روسيا من الناحية الاقتصادية ليس لديها ما تقدمه لتركيا، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي تركيا تحاول الاستفادة من الهوامش الخلافات ما بين أوروبا والولايات المتحدة لمحاولة تقوية موقعها في خصومتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا أظن أن دول الاتحاد الأوروبي في المآل الأخير سوف تكون في صف الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تنحاز لا إلى تركيا ولا إلى روسيا ولا إلى إيران، لأن مصلحتها هي مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ خليل، هل تتفق مع ما ذكره أستاذ سمير؟ إلى حد بعيد نعم أتفق معه، وهذا لا يتعارض مع ما قلته أنا في مداخلة الأولى يا سيدي. تأكيدا لكلام الأستاذ سمير، طبعا اليوم أعلنت بريطانيا وفرنسا عن قطع رحلتها الجوية باتجاه إيران، وهذا يؤكد تماشيها وتماهيها مع الموقف الأمريكي وطلبه من أوروبا أو حلفائه بفرض عقوبات على إيران أو الالتزام بالقرار الأمريكي بفرض عقوبات على إيران. إذن هذا لا يمنع بكل الأحوال وجود أزمة حقيقية بين أمريكا وتركيا، لا يمنع أن يكون هناك تنسيق تركي روسي إيراني، بل بالعكس هذا سبب إضافي يدفع هذه الدول لأن تتمسك ببعضها أكثر، وهذا سيكون أيضا من سوء حظ الشعب السوري، سيكون على حساب الشعب السوري، لأن يعني نحن الآن أمام واقع تدخل كافة الدول تحاول أن تحقق مصالحها وتحفظ أمنها القومي والوطني ومصالحها التجارية على حساب الطرف الآخر، والطرف الأضعف حاليا في المعادلة هو أولا الشعب السوري وثانيا العرب. نعم. العام أنت تعلم كلما أراد ترامب أن يفعل شيء قال على السعودية أن تدفع، أراد أن يخرج من سوريا تسرب عملية الخروج من سوريا وقال إذا أرادوا أن نبقى عليهم أن يدفعوا. أراد أن يعزز مكانة وحدات حماية الشعب وأن يقوم بإعادة البنية التحتية وتبنيها في هذه المناطق فقال على السعودية وحلفائنا أن يدفعوا وجمع 3 مليون دولار. لذلك هذا الموقف الأمريكي الآن موقف عبارة عن عربدة، وقد نجح حتى الآن في أكثر من دولة باستثناء طبعا كوريا الشمالية التي وجدت هي وجارتها الجنوبية أن من صالحهما الاتفاق وقطع الطريق على ترامب لابتزاز كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية بالطبع وباقي دول بحر اليابان كاليابان وغيرها. الصين لا زالت في موقف يعني الآن رمادي نستطيع أن نقول، لكنها بدأت التدخل في تركيا، وقبل أيام حتى كان هناك وفد مؤلف من عشرات سيارات الصين زاروا تركيا، وهذا سينعش إلى حد ما القطاع الصناعي والتجاري والمالي، إضافة المساهمة القطرية ب15 مليار دولار استثمارات. هذه ستخلق فرص عمل عديدة وستنعش الاقتصاد التركي. طيب أستاذ خليل عفوا، يعني الآن بعض المحللين قال أن قمة اسطنبول ستعود بنتائج يعني نتائج مؤكدة، ولكن بعض المحللين الآخرين ومنهم حتى أستاذ سمير كما ذكر قبل قليل قال بأن هذه القمة، قمة اسطنبول الرباعية المقبلة إن حصل وأن يعني تحققت، هي عبارة عن استشارة وحوار فقط يعني في البداية، هل تتفق مع ذلك؟ أنا قلت لك في بداية حديثي أخي هذه القمة الرباعية ستناقش مسائل لها علاقة بالحل النهائي أو التسوية في حال حدثت، إنها لأنها الآن تركز بناء على الاتفاق التركي الروسي، تركز على أمر مهم جدا أو أمران مهمان، الأول إعادة أكبر عدد من اللاجئين، والثاني تمويل عودة هؤلاء، هذا هو الهدف من هذه القمة. فرنسا إذا لن تكون مجرد حوار واستشارة فقط، لا أبدا، بالعكس مطلوب من ألمانيا أن تعيد اللاجئين أو أكبر عدد منهم وأن تمول عودة هؤلاء. فرنسا لديها قوات على الأرض، لديها أكثر من 3000 مقاتل باعتراف
او وزيره الدفاع الفرنسيه او وزيره الدفاع الفرنسيه. نعم. هذا فرنسا كانت عرابه انشاء وطن قومي بديل للفلسطينيين في الجزيره في شمال سوريا، الجزيره السوريه. نعم. إذا استاذ خليل، قبل أن أعود استاذ سمير بكلمة واحدة، يعني لما هذا الإرباك إذا بشأن قمة إسطنبول وحتى الآن لا نعرف وقتها بالتحديد؟ الإرباك، لا يوجد إرباك، الكل يسعى لتمكين نفسه في سوريا، الكل يتصارع مع الكل من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الكعكة السورية. غياب إرادة حقيقية لإيجاد تسوية أو حل ما مشرف للقضية السورية، وجود التنظيمات الإرهابية التي ما زال يعني ورقة قوية تمنع توصل هذه الأطراف لتسويات نهائية في سوريا. طيب أستاذ سمير، هناك يعني ربما حتى في جانب الصراع الأمريكي الروسي هناك تناقض في التصريحات بشأن خروج ميليشيات إيران من سوريا. يعني سمعنا قبل مدة عبر وكالة الأنباء بأن هناك توافقا أمريكيا روسيا بعد لقاء ترامب ببوتين، وأكد الجانبان أنهم اتفقا على مغادرة الميليشيات الإيرانية، ولكن الآن التصريحات الروسية الأخيرة ذكرت بأن يعني روسيا لا يمكنها أن تجبر إيران على سحب ميليشياتها من سوريا. كان هناك محاولة روسية ربما منذ أسبوعين عندما زار وزير خارجية الروسي مع رئيس الأركان الروسي، زار إسرائيل وحاولوا إقناع إسرائيل بأن تقبل بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود السورية الإسرائيلية مسافة 80 كيلومتر. تبين لاحقا أن إسرائيل ومن خلال تصريحات علنية قالت أن خروج الميليشيات الإيرانية من كامل الأراضي السورية وليس إبعادها 80 كيلومتر. هذا الموضوع موضوع رئيسي وجوهري، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وإنما أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهي الأهم. حتى تصريحات حديثة لبامبيو ولبولتن يقول لا يمكن إعادة الإعمار في سوريا ولا عودة اللاجئين إلا بعد خروج القوات الإيرانية وإيجاد حل سياسي. روسيا كانت تحاول سواء كان مع الولايات المتحدة أو حتى مع ميركل من خلال الاجتماع الثنائي الذي جمع بين ميركل وبوتين في محاولة لإقناع ألمانيا بتمويل عملية إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي كذلك. الجواب هو ضرورة وجود حل سياسي بعد خروج إيران. التصريحات الأمريكية تقول القوات الأمريكية، ما أفق هذا الحل السياسي أستاذ سمير؟ لا يعني أنا أعتقد أن ربما أذهب بالتحليل بعيدا. أقول أن الإدارة الأمريكية والمسؤولين عن الملف السوري اكتملوا، خاصة بعد تعيين ديفيد شينكر معاون وزير الخارجية الأمريكي الذي ربما لم يمارس عمله إلا لمطلع الشهر، ولمعاون وزير خارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وهو من الصقور، وتعيين جيمس جيفري مسؤولا عن الملف السوري وهو أيضا من الصقور، من الصقور المعادين لإيران والمعادين للنظام السوري بالدرجة الثانية، لكن هم يعتبرون أن إيران هي العقبة الرئيسية. النظام السوري قضيته ثانوية، وإنما القضية الاستراتيجية هي قضية إخراج إيران. ولا يمكن إيجاد حل سياسي ولا إعادة أعمار إلا بعد خروجها. إذن هذا هو المطروح على جدول الأعمال، وهذا ما سوف يفرض لاحقا من خلال النقاشات، ربما الاجتماع الذي جرى البارحة أو اليوم بالأحرى، اليوم صباحا ريتشارد بورتون مع مستشار بوتين لشؤون الأمن القومي بجنيف. التركيز على هذه النقطة، انسحاب إيران. كيف سوف تتعامل الولايات المتحدة وهي تملك
الكثير من الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع هذا الملف. هذا هو عنوان المرحلة القادمة، خاصة كما ذكرت بتشرين الثاني سوف تنفذ العقوبات النفطية، حظر النفط على الإيراني على ويقولون المسؤولون الأمريكيون لم تشهد دول العالم عقوبات كالعقوبات التي سوف تفرض على إيران، قوية بالتأكيد. بالإضافة إلى أن إسرائيل لن تتوقف عن قصف الميليشيات والقوات الإيرانية المتواجدة. هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي، هذا عنوان الصراع. بالضبط أستاذ سمير، سأعود إليك وأعود إليك أيضا أستاذ خليل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل حديث العرب. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في حديث العرب الذي نناقش فيه مآلات الصراع الدولي على سوريا قبيل قمة إسطنبول الرباعية الأوروبية المشتركة المرتقبة. سيد خليل المقداد هاتفيا من الدوحة، كنا نتحدث مع أستاذ سمير عن الصراع الأمريكي الروسي بشأن الملف الأبرز داخل سوريا وهو ملف الإيراني. يعني وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف قال يجب مغادرة كل القوات الأجنبية في سوريا التي لم تتلقى دعوة من نظام بشار الأسد، وهو يشير طبعا إلى القوات الأمريكية. ما الذي تقرأه من هذا التصريح؟ طبعا هذا التصريح يرد على تصريحات أمريكا بضرورة خروج القوات، كافة القوات من سوريا، وهذا أيضا ضغط على روسيا وإيران. لكن نحن علينا أن لا ننظر فقط إلى التصريحات يا سيدي، علينا أن ننظر إلى الوقائع والأحداث والأفعال. يعني ما يقصونه شيء وما يطبقونه ويفعلونه على أرض الواقع شيء آخر. لو عدنا بالتاريخ بداية الثورة السورية عندما قال أوباما أيام الأسد معدودة وفقد شرعيته وعليه أن يرحل، ما الذي حدث؟ استمر، لا زال مستمرا في الحكم، قتل 1.5 مليون من البشر، انتهك الأعراض والحرمات واغتصبوا وقتلوا ودمروا وهجروا، ولا زال موجودا وشريكا فيما يسمى الحرب على الإرهاب، وأنا أسميها الحرب على الإسلام. لأنهم لن يقبلوا بمجرد فكرة، مجرد فكرة أن تكون هناك أمة إسلامية، دولة إسلامية أو شيء من هذا القبيل حتى لو معتدية، لأنها ستصبح مشروع. هم يحاربون الفكرة كي لا تصبح مشروعا تبقى حوله الأمة، هذا بالدرجة الأولى، وعلينا أن نعي هذه الحقيقة ونعمل فيها. لذلك الصراع الأمريكي الروسي ليس حقيقيا، لأن الولايات المتحدة ومنذ أيام أوباما وكيري كانت توظف الجميع لخدمة أجندتها وتقوم باستنزافهم. يعني إيران تستنزف، الجماعات الجهادية تستنزف، نظام بشار الأسد يستنزف، الجيش الحر يستنزف، تركيا، دول الخليج. ولكن هناك الآن تصريحات واضحة، عفوا سيد خليل، يعني تصريحات لافروف المؤخرة جاءت ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بشأن ضرورة انسحاب إيران من سوريا، وقد جاء الرد الروسي واضحا. كيف ترى ميزان الصراع الأمريكي الروسي الآن في سوريا؟ يا سيدي دعني أكمل الفكرة لو سمحت. تفضل. لا يوجد هناك صراع أمريكي روسي الآن في سوريا. أنت لن تجد شخصين متفقين أو متحالفين وإن سرا مثل ترامب وبوتين، وهذا مرده لوجود علاقات خفية ما قبل وصول ترامب إلى السلطة بالبيت الأبيض.
وهناك حديث قوي جدا سربته وكالة السي اي اي والفيدرالية الأمريكية عن مستمسكات بيد روسيا على ترامب، مستمسكات أخلاقية، والآن هو غارق بفضائح أيضا مع محاميه الذي سيتم سجنه بتسوية اعترف بها على ترامب. الآن نحن أمام واقع يعني مختلف تماما عما تسمعه أنت من تصريحات. إيران لن يجدوا من هو أفضل من إيران لخدمة أجندات إيران، الجيش الحر، الأكراد، كل هؤلاء يوفرون فاتورة الدم الأمريكي والغرب والروس وغيره على هؤلاء. طيب. أنها أدوات محلية مجانية تستنزف لتحت وصولا إلى الهدف النهائي. الآن لم تنتهي المرحلة بعد، الاستنزاف مستمر لأنه مسموح للجميع أن يتصارع، مسموح للجميع أن يتقاتل، لكن ليس مسموحا لأي فريق من هذه الفرق بأن يحقق انتصارا. وعندما تقدم تنظيم الدولة، ولو لاحظتم أنتم خلال أسبوع واحد تم تشكيل تحالف دولي من 62 دولة و12 دولة شاركت جويا، لذلك نحن أمام حقيقة مهولة. هناك صراع لا زالت بداية وهم بحاجة إيران. طيب. الأمر خروج إيران من عدته مرهون بالقضاء على المقاومة في سوريا لا سمح الله. نعم. في حال نجحوا في القضاء على أي مقاومة حقيقية في سوريا سيقومون باستهداف إيران أو إشغالها في الخليج وتفتيت المنطقة. تركيا الهدف الثاني. طيب. أنا قلت لكم قبل عدة شهور على قناتكم يا سيدي أن الهدف هو تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ. طيب. وتركيا نفسها هدف، إيران هدف، دول الخليج هدف، هذا هو المشروع الماسوني في العالم. طيب هذا هو المشروع إذن تحدث عنه أستاذ مقداد، ولكن هو يعني نفى أن يكون هناك أي صراع يفرضه الواقع المشاهد بين روسيا وإيران داخل روسيا وأمريكا عفوا داخل سوريا، يعني وفق نظرية المؤامرة بأن ترامب وبوتين متفقان في الشأن السوري، وما هي إلا يعني تصريحات الإعلامية. أنا الحقيقة لا أتفق مع هذا الرأي. نعم. أنا أميز بشكل صحيح ودقيق. نعم. ما بين إدارة أوباما وإدارة ترامب، إدارة أوباما كانت تريد أن تنسحب من المنطقة، لم تتورط وأرسلت قوات في سوريا إلا فقط في بداية عام 2014 فقط لمحاربة داعش، وكانت إدارة أوباما انسحبت من العراق، ترك الساحة لإيران حتى في سوريا. نعم. صحيح. نعم. فلسفة أوباما كانت الانسحاب من المنطقة وعدم التورط لولا ظهور داعش، عاد لمحاربة داعش فقط. نعم. ولم يكن لدى إدارة أوباما أي اعتراض على التدخل الروسي في سوريا. نعم. اليوم تكتمل الإدارة الأمريكية الجديدة وكلهم ينتمون إلى مدرسة المحافظين الجدد. هم ضد فكرة الانسحاب من المنطقة وترك إيران هي القوة المسيطرة في المنطقة. نعم. والمهيمنة. نعم. فبالإضافة إلى قتال داعش، هناك أصبح على الأجندة الأمريكية إخراج إيران ليس فقط في سوريا وإنما أيضا من العراق ومن لبنان ومن اليمن. نعم. هذا فرق جوهري. نعم. وهو يتناقض أيضا مع الأجندة الروسية. روسيا ولا الولايات المتحدة يعني في ذهنهم أن يدخلوا بصراع عسكري، لكن هناك صراع سياسي لا شك. نعم. أن روسيا تريد أن تفرض رأيها ورؤيتها في طبيعة الحل السياسي في سوريا. نعم. الولايات المتحدة تريد أن تفرض أجندتها. نعم. كما سمعنا وكما ذكرت حضرتك لافروف يعتبر أن القوات الأمريكية موجودة غير شرعية وعليها أن تنسحب. نعم. بينما الأمريكان يعتبرون أن بشار الأسد كله ليس شرعيا. نعم. وبالتالي القوات الإيرانية والقوات الروسية هي غير شرعية. نعم. أيضا. نعم. وسوريا هي ساحة صراع إقليمي. نعم. ودولي. حرب تصريحات. لم يعد أصلا هناك مجال لأي شرعية كان. نعم. طالما هي كل الدول موجودة هي. نعم. لم نذكر قوات التركية أيضا. نعم. وهي كمان دخلت يعني بدون دعوة من. نعم. نظام بشار الأسد إذا افترضنا نظام بشار الأسد شرعي. نعم. ولكن لا أحد يعترف بشرعية بشار الأسد. لكن. نعم. تصريحات لافروف أجد
ردا على التمسك والتشدد الأمريكي بضرورة انسحاب إيران. لافروف والإدارة الروسية تحاول أن تقول أن القوات الإيرانية ليس فقط لا أستطيع إخراجها، وإنما هي موجودة بدعوة شرعية من رئيس النظام بشار الأسد. هنا التناقض. والأيام القادمة، وخاصة كما ذكرت اليوم، اكتملت الإدارة الأمريكية ومواقف الإدارة الأمريكية تجاه الملف السوري تزداد وضوحا، وبغض النظر عن مآل ترامب ما بين أوسين ومصيره، الإدارة الأمريكية كلها هي تنتمي إلى مدرسة المحافظين الجدد التي لديها رؤية متشددة تجاه إيران. وتبقى بالتأكيد من يدعمها ضد داعش. وكما أعلنوا أن القوات الأمريكية لن تغادر سوريا إلا بعد القضاء على داعش، وإلا بعد استقرار الأوضاع في سوريا وخروج الميليشيات الإيرانية. إذن الوضع يختلف، واليوم سوف روسيا تجد نفسها في مأزق تحدي أمام الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أقول أن الطرفين يبحثان عن صراع عسكري، لكن بالتأكيد هناك صراع سياسي، لأن حلفاء الطرفين أيضا مختلفين. اليوم روسيا تعتمد على حلفاء الإقليميين تركيا وإيران، والطرفان على النقيض من السياسة الأمريكية والمواقف الأمريكية. هناك نوع من الخندقة في المعسكرين، وبالتالي هناك مزيد من التوتر ومزيد من التصعيد، ربما يأخذ وجوها وأشكالا متعددة، سواء منها السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي، وربما لاحقا والمنطقة تعيش حرب الوكالة أيضاً. المنطقة على رمال متحركة كما يقال. طيب أستاذ خليل، هل تعتقد أن مهمة روسيا الآن هي تجنب معركة إدلب والخلاص من جبهة النصرة دون إفساد العلاقات مع أنقرة أو الإساءة لدمشق؟ سيدي لا أبدا، روسيا الآن لا تحاول تجنب معركة إدلب أبدا، على العكس، روسيا تمهد وتحضر، والنظام يحشد في المطارات، يعززها بالذخيرة وبالأسلحة وبالعتاد، والصحوات في سوريا ترسل المدد لهذا النظام في إدلب من حوران وغيرها. أحمد العودة أرسل أول دفعة وصلوا إلى جسر الشغور. روسيا أيضا أرسلت قادر الصواريخ المجنحة كاليبر، السفينة فيشني بولتشوف، وعلى وشك أن تصل إلى سواحل سوريا، وهذه ستشارك في أي عمليات محتملة. لذلك روسيا بالعكس، روسيا هي الثور الهائل، واستخدمتها أمريكا كثيرا للتحقيق كأداة قذرة، يعني تنفيذ المهمات القذرة في سوريا، بينما بقيت هي خلف الستار تتاجر في شعارات الديمقراطية والحرية وسقوط النظام إلى أن جاء ترامب. ترامب أيضا أكثر من مجرد ثور هائل، ترامب صدام يعني تسرع مندفع ويحقق أهدافه في هذه الطريقة حتى الآن. لكن لا اختلاف حقيقي بين ترامب وبوتين، هذا من وجهة نظري. طيب. وأختلف مع الأستاذ سمير في هذه النقطة. نحن الآن أمام واقع، يعني يحاولان في إظهار أنفسهما كمختلفين أو كعدوين أو أقل من عدوين أمام الرأي العام الأمريكي فقط لا غير، يعني سواء ترامب أو بوتين، هذه مسرحية سمجة. نحن لاحظنا اجتماعهما وكيف كان هناك اتفاق كامل، وكان مخفي بالنسبة لترامب أنه وافق على كل ما جاء في ورقة بوتين وحديثه. لذلك هذا ما نشاهده الآن كذب، وأكبر دليل على ذلك هو التنسيق الجوي والبري بين القوات والبحري حتى، يعني لم نشهد أي حادث اصطدام ما بين هذه الطائرات، ولا حتى محاولة طائرة لأي طرف من الأطراف. هناك تنسيق عسكري بالتأكيد. طيب أستاذ خليل، عفوا، يعني بعض المراقبين يتحدثون عن صفقة لإخراج إيران من سوريا مقابل بقاء الأسد، ما رأيك بهذه التسريبات، وهل ستنجح هذه الصفقة؟ يا سيدي، هذا أولا هذا كله مرهوب في مدى مقاومة الشعب السوري. استمرار المقاومة يعني أمد الأزمة، وبالتالي انكفاء أحد الأطراف أو خروجه أو استسلامه.
لكن أنا برأيي أن إيران موجودة وستبقى موجودة، لأن روسيا صرحت علانية أن إيران شريك مهم فيما يسمى الحرب على الإرهاب، يسمونه الإرهاب. وأنت تعلم كيف استباحت إيران العراق وسوريا، وكيف سلحت الحوثي، وكيف سلطت مخلبها في المنطقة حزب الله على أكثر من دولة. يعني إيران أداة مهمة لهم، لكنهم يا سيدي الجمهوريون بما أنهم يمينيون متطرفون صهيونيون مؤمنون بعودة المسيح يسرعون، يعتقدون أنهم يسرعون الأحداث بتدمير هذه الدول والقضاء عليها. ولا تظنن إيران أنها بمجرد أن أرضت الغرب وقاتلت هنا وهناك وكذبت الأجندات أنها ستكون بمأمن. الخطة تقتضي تدمير 3/4 العالم والإبقاء على 500 مليون تحكمهم حكومة عالمية واحدة في واشنطن، هذا ما يفعلونه وما يسعون إليه باستمرار. لذلك إيران هدف أيضا رغم أنها أداة. أما الصراع الروسي الأمريكي فلم يصل بعد لمرحلة الصراع، قد يصل، لأنني أشبههم بعصابة لصوص سرقت ثم اختلفت على القسمة على تقسيم ما سرقت. لذلك الصدام واقع لا محالة، ولكن ما يحدث الآن وكل ما تسمعه من تصريحات ليست انعكاسا لصراع حقيقي بين هذه الأطراف. طيب أستاذ سمير، كما يقولون كل الطرق الآن تؤدي إلى إدلب، ولكن أي طريق برأيك سيسلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الوقت الحرج؟ أنا أعتقد أنه المحاولات التركية بدأت منذ فترة ولا تزال ربما مستمرة لمحاولة إقناع هيئة تحرير الشام بالاندماج أو بالانحلال ضمن إطار عسكري أوسع، سواء كان اسمه الجيش الوطني أو جبهة التحرير الوطنية. نعم. وعلى ما يبدو كل المحاولات فشلت، لأن بعد هذا سوف يكون هناك مقترح لتسليم الأسلحة الثقيلة، وهذا ما تم رفضه من قبل هيئة تحرير الشام. الوضع معقد في إدلب وليس من السهل، ولا تستطيع القوى أو الفصائل التي هي دعني أقول تحت الوصاية التركية تستطيع مواجهة هيئة تحرير الشام، ولذلك جميع الأطراف ربما تتجنب قيام مواجهة كبيرة ومباشرة. لكن هناك رغبة حقيقية سواء كان عند الروس أو عند الأتراك بالسيطرة على الطرق الدولية التي تربط تركيا بأوتوستراد حلب دمشق المارر من إدلب، وأيضا المعابر التي هي سواء كان معبر غازي عنتاب باب السلامة وباب الهوى والذي يمر من إدلب، وأيضا الطريق الدولي الذي يربط حلب باللاذقية. هناك محاولات لإبعاد فصائل المعارضة من خلال عمليات قضم تدريجية كما جرت في كل عمليات آسي تاني منذ آسي تاني في أغلب المناطق السورية، قضم تدريجي لمحافظة إدلب ومحاولة السيطرة على الأوتوسترادات الدولية التي تستفيد منها جميع الدول اقتصاديا، ومحاولة تحجيم الفصائل وتصغير المنطقة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. لذلك أنا لا أعتقد حاليا هناك توجه لمعركة كبيرة، لأن نتائجها غير مضمونة وربما تحمل نتائج إنسانية كارثية لن يستطيع أحد تحملها، لأن إدلب موضوع من الصعب حله بخاصة بوجود هيئة تحرير الشام، وهي قوة ضاربة شئنا أم أبينا، قوة ضاربة في إدلب، وحتى الآن لم تنجح تركيا في تطويعها أو ترويضها لتكون تحت النفوذ التركي، لأن تركيا تتقاسم مع روسيا مع إيران مشروع آسي تاني ومشروع حل سياسي وفق رؤية مسار آسي تاني ومشروع المصالحات الذي تم سواء كان في أغلب المناطق المحررة للأسف الشديد طبعا، والتي عادت كلها إلى سيطرة وهيمنة النظام، لأن تركيا تريد أن تعطي الأولوية لاتفاقياتها مع روسيا،
والتي ضمنت بموجبها منطقة درع الفرات وغصن الزيتون. نعم. إذن في آخر دقيقتين أستاذ خليل، لك خلاصة ما قلناه، ما مآلات الصراع الدولي على سوريا قبيل انعقاد قمتي رباعية اسطنبول وثلاثية السنة؟ يعني من خلال ما نتابع من تصريحات ومن أحداث واستعدادات، بداية معركة إدلب لن تكون سهلة، لأن كل الذين خرجوا من مناطق السورية أو هجروا، هؤلاء رفضوا أن يبقوا تحت سيطرة النظام، وبالتالي هؤلاء مستعدون للقتال لأنهم خرجوا حتى بسلاحهم وجعابهم، ويمكن لهيئة تحرير الشام والفصائل الموجودة هناك الاستفادة منهم استفادة قصوى. لدينا عشرات آلاف المقاتلين، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا، لن يكون هناك شيء قبل القمة المرتقبة، لأن القمة المرتقبة تحاول أن تحضر أو تمهد لما بعد معركة إدلب في هذا الإطار، وتحاول أن تستوعب المهجرين في حال حدث تهجير. الآن لا يمكننا التحدث عن مآلات في سوريا، لأن الأمور لم تتضح بعد، خاصة بعد كلمة زعيم تنظيم الدولة التي توعد فيها الأمريكيين بما ينسيهم أهوال ما حدث في العراق، يعني توعدهم في الشام. لذلك هذا يؤشر، يعني بعد سنة ونصف يخرج ليهدد، هذا يؤشر على أن هناك ربما يكون أحداث قادمة. نحن لا نعلم ما الذي يخبئه أيضا التنظيم، رغم أن كل المؤشرات تدل على أنه انحصر في عدة فقاع في سوريا والعراق، لكن ماذا يحضر لا ندري. طيب. وحده الله يعلم مآلات ما سيحدث في سوريا، لكن الصراع حقيقي برأيي لم يبدأ بعد. وأبشر الصحوات سوريا الذين عادوا تدريبة العصابة النصيرية أن هناك طرفا آخرا بدأ يتحضر وبدأ يرط صفوفه لإعلان مقاومة شعبية ربما تقلب الطاولة على الجميع بإذن الله. شكرا جزيلا لك من الدوحة سيد خليل المقداد، الكاتب والباحث السياسي، وأشكر الشكر الجزيل سيد سمير نشار المعارض السياسي السوري. شكرا جزيلا لك سيد سمير. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، إلى اللقاء.